الرحمن الرحيم بنستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. أحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجر العربية الأصيلة، أحييكم في هذا الصباح الجميل 16 من شهر ديسمبر لعام 2022 للميلاد بانطلاقة أسبوعنا السابع لسن الصغار، وهذا اليوم الخاص بحجاج أبناء القبائل 25 شوطا في منافسات هذا الصباح وفي انطلاقاته المميزة. ومباشرة النسير الى المقدمة مرحبين بكل الحاضرين والمتابعين عبر قناة ياس الرياضية مباشرة الى الظبي. تتقدم هذه الاسماء والصدارة الاولى احمد بن مبارك بن منيف المنصوري يقدم لنا اسم الظبي، بينما الدخول على المركز الثاني من الشميمية سلطان بن يمعى بن كلثم الخيالي اللي خذ المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات غارة البخيت بن محمد المنهالي، وصلت غارة ولكن الدخول من عمق الميدان حيث تتواجد شبا عبد الله بن علي بن عبد الله المري، نقلتنا الى المركز الخامس. الوصول من غلا عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصوري خذ المركز الخامس. المركز السادس العنود عمار بن سيب بن مرهون المعمري القادم من السلطنة، بينما نقلتنا الى المركز السابع في هذه اللحظات القادمة في هذه اللحظات هي مشهورة احمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي. وثامن المراكز الوثمة لسعيد بن محمد بن سعيد بالكيلة العامري، والمركز التاسع سلاب لمنصور بن سعيد السالمين المنصوري، بينما المركز العاشر القدوم هناك من خلال هذا التواجد وهذه الانطلاقة. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في اندفاعات هذا الصباح، هذه ايضا الثمامة حمد بن مبارك بن برمان ايضا الشامسي، والوصول من هوايل علي بن احمد بن علي بو نواس الكتبي، وصلت هوايل ايضا بشعار بو نواس احد الشعارات العملاقة والخطيرة في عالم سباقات الهجن. ولكن العودة الى صدارة، العودة الى اول اشواطي هذا اليوم مباشرة الى شعار سلطان بن يمعى بن كلثم الخيالي من يقدم لنا الشميمية، ولكن هناك شبه عبد الله بن علي بن عبد الله المري من يقدم شبه في المركز الثاني. المركز الثالث هذه العنود عمار بن سيب بن مرهون المعمري، وصلوا ابناء السلطنة في الكيلومتر الاخير. الدخول الوصول الله يا غلا عامر بن مصبح بن حوير بن المنصوري صاحبة الميدان تقدم اجمل العروض على المركز الرابع. المركز الخامس هذه ايضا لقادمة هندسة عمر بن مبارك بن راشد بالقافلة الحميري، وصلت هندسة في هذه اللحظات. شعار المغيري قادم مع الظبي سعيد بن عامر بن سالم المغيري القادم بقوة وأداء مميز، وهنا أيضا الوصول من زعفرانة حمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. هذا ندانا، ولكن العودة إلى شبا غيرت الصدارة، شبا في المركز الأول، شبا في الصدارة الأولى. يتقدم أيضا هناك عبد الله بن علي بن عبد الله المري يقدم لنا شبه في هذه الانطلاقة في المركز الاول في الصدارة الاولى. القدوم من امسية علي بن محمد بن حمد الفهيد المري القادم بكل قوة والقادم بالاداء المتميز، ولكن شبه غادرت الجميع. سلام لعلي عبد الله بن علي بن عبد الله المري على هذا الفوز الذي تقدم شبه في اول اشواطي هذا اليوم. ما شاء الله انفراد جميل للغاية واندفاع كلي الى خط النهاية لتحيي جماهيرها، والتهاني لابناء المملكة. عبد الله بن علي بن عبد الله المري فوز شباب المركز الاول، تهانينا للمري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز هي هناك الظبي، او ثاني المراكز امسية علي بن محمد بن حمد الفهيد المري. المركز الثالث ايضا قادمة هناك هندسة عمر بن مبارك بن راشد بالقافل الحمير. المركز الرابع اذا شواهين بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي، والمركز الخامس كان الدخول جميلا من خلال الظبي سعيد بن عامر بن سالم المغيري.
هنا نعود ايضا بالتوقيت الزمني ولحظات الاعادة بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء، حيث فازت في شبا لعبد الله بن علي بن عبد الله المري. تهانينا والناموس، 4 دقائق و19 ثانية وثلاثة اجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن علي بن عبد الله المري على هذا الفوز وتسجيل توقيت مميز من خلال هذا الصباح. المركز الثاني، هناك 4 دقائق و21 ثانية وايضا 7 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك امسية علي بن محمد بن حمد الفهيد المري. بينما المركز الثالث كان الدخول جميلا بايضا 4 دقائق و22 ثانية و6 اجزاء من الثانية، هي من وصلت هندسة عمر بن مبارك بن راشد بالجافل الحميري. تهانينا والناموس. بينما المركز الرابع، هذه اللي وصلت المركز الرابع تحمل الرقم 46 بالفعل، لعناها 49 ولكن هي شودة سيب بن سهيل بن خيره العفاري، 4 دقائق 23 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس. بينما الدخول من الزاوية الاخرى هناك من خلال الضبي سعيد بن عامر بن سالم المغيري ب 4 دقائق 23 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. اذا المركز الرابع من حلت فيها ايضا اللي هي شودة لسيب سيل بن خيره العفاري. تهانينا والناموس.